يعطيكم العافية يا سابع حلوين. طبعا هون محل ما وقفنا الحصة الماضية. So today we will complete what we have stopped. يعني نكمل اللي وقفنا عنده. So today we will start with contractions in writing. Contractions in writing. شو يعني contractions؟ أول إشي لازم تعرفه the meaning of contractions عشان تقدر تمشي معي. شو يعني contractions؟ contractions تعني الاختصارات. شو يعني اختصارات؟ يعني مثلا لما أجي بدي أحكي بدل ما أحكي it أو sorry it is صح بدي أختصرها حالي إنه أنا بجيب ال it وال is مع بعض بشيل الحرف ال I بصير its. طب هل هيك هي كاملة الاختصار؟ لا، أنا أصبحت كلمة مختلفة. في الاختصار يجب أن أستخدم إشي اسمه apostrophe. apostrophe هنا يجب أن أضع الapostrophe اللي هي الفاصلة التي تدلني على وجود contraction أو اختصار. طبعا apostrophe نستخدمها في حالتين اللي هي في اس الملكية possessive s وهي بيكون بعدها اسم وقبلها اسم فبيكون مبين هاي اس الملكية. لكن هنا الابوستروفي تستخدم for contractions اللي هي للاختصارات زي مثلا بأحكي are بدل ما أحكي are not بحكي aren't. شوف اختصرت الأو حطيت مكانها apostrophe. هاي contractions بنستخدمها كثيرا في كتابتنا اليومية. خلينا نشوف بالضبط شو بيحكي الموضوع. خلينا نبدأ. Number one, when we speak, لما نتحدث, we often join some words. يعني عادة وإحنا بنحكي ندمج. Join يعني ندمج بعض الكلمات together by leaving out some letters. عن طريق إنه إحنا بنحذف بعض الأحرف اللي هي زي هيك. بدل ما نحكي it is نحكي it's. بدل ما نحكي they are بنحكي they're. These words are called هاي الكلمات called شو تسمى حكينا عنها هلا اسمها contractions. contractions نحفظ اسمها منيح مهم جدا هذا الحكي. ممكن احكي لك what do we call words that we can join them to other. شو بنسمي الكلمات اللي بنقدر ندمجها مع بعض انت بتحكي لي contractions and they are written with an apostrophe. شوف كيف they are written with an apostrophe in place of the missing letters. Okay. وين الأبوستروفي بنحطها؟ معلومة أيضا مهمة جدا. وين الأبوستروفي بنحطها؟ محل الحرف اللي قمنا بإزالته. يعني هون it is صارت it's مكان ال I اللي حذفناها حطينا الأبوستروفي. هنا they are شلنا ال A حطينا مكانها الأبوستروفي. So مكان الأبوستروفي بيكون مكان الحرف that we removed. إحنا اللي شطبناه اللي شلناه نحط الأبوستروفي مكانه. هذا في writing not في speaking في الكتابة طبعا. what's what is تصبح what's. شفت الأبوستروفي إجت مكان ال I لما حذفناها. that is أصبحت that's. is not أصبحت isn't شلنا. طيب هنا حذفنا ال O حطينا الأبوستروفي مكان ال O. are not أصبحت aren't. there is أصبحت there's. was not أصبحت wasn't. that makes the language more easy more easier. that it makes the language more flexible more practical. بتخلي اللغة أكثر مرونة أكثر سهولة هاي الأشياء contractions. طيب خلينا نشوف كمان هان مكتوب عليها very important. انتبه اكتب انت كمان أكتابك إن هي very important هاي المعلومات. contractions can be used in writing especially if the writing is for an information purpose. مهم جدا هاي المعلومة فتح عينيك ودنيك معي. contractions can be used in writing يستخدم في الكتابة especially شوف بشكل حدد لك بشكل خاص شو هو بإيش بالضبط. if the writing خاصة إذا كانت الكتابة is for an informal purpose. شو informal purpose؟ informal purpose تعني هدف غير رسمي.
إذا informal purpose خصوصا contractions تستخدم بشكل خاص في informal purpose يعني في الهدف أو الهدف غير رسمي يعني بين اثنين أصحاب paragraph عادي معلومة عادية نستخدم contractions in everyday writing or in في كيف يعني في الانفورمال في الانفورمال بيربس هذا يعني زي الافريداي رايتنج نكتب كتابات كل يوم مثلا اليوميه مذكراتي اشيائي قصه بكتب مسج تو ماي فريند هاي عادي ان ايميل كمان تو فريند وفي الايميلز للفريند كمان اي كان يوز كونتراكشنز ار اوفن يوز شوف في هاي الاشياء اوفن بكثره ان بزنس اكاديميك رايتنج ذي ار يوجوالي ليفت اوت لكن في البزنس وفي الأكاديميك رايتنج وفي الكتاب الأكاديمي يعني لأهداف تعليمية they are usually left out عادة لا نستخدمهم left out يعني يتركوا read the paragraphs below and decide which one would be suitable for using contractions بحكي لك عندك two paragraphs A and B وبدك شوف which one is suitable شو suitable يعني مناسبة إنها نكتب في ال contractions نستخدم فيها ال contractions which one did you pick and why أي واحد راح تختار وليش هو هيك سألك السؤال خلينا نشوف paragraph A بشكل سريع طبعا مش مطلوب منك معاني كاملة بشكل عام بس مطلوب منك تكون فاهم القطع in general عشان تعرف إن هي formal ولا informal A guessing riddles شوف riddles جانا موضوع riddles مين بتذكر شان riddles riddles اللي هم الألغاز can be a fun activity to do ممكن يكونوا شيء مسلي أو نشاط مسلي اللي نفعله when my friends and I are together and there is nothing to do لما نكون أنا وصاحبي مع بعض وما في إشي نعمله we sometimes tell each other riddles and jokes عادة نحكي لبعض الألغاز والنكات that we know التي نعرفها Sometimes it's fun to make up our own riddles. بعض الأوقات إنه جميل نعمل إحنا حالنا riddles الخاصة فينا يعني ممكن من عندنا نخترع riddle ونسأل صديقنا عنها. And sometimes there are books that we use. وكمان في كمان بحكي لك في كتب تستخدم نستخدمها. What is so good about riddles؟ تكون ممتازة جدا فيها ألغاز. They are good for your brain and they are fun too. يعني هاي الأشياء كويسة لا يعني تدريب دماغك دائما هاي الأشياء منيحة للمخ ظل عشان دائما يظل متدرب وإنه ظل يقظ وكمان مسلية في نفس الوقت. هاي paragraph A أما paragraph B therefore based on the scientific analysis of the properties of sodium chloride شوف هاي قطعة أو الفقرة علمية بحت رح أحكي لك إياها بشكل عام بشكل عام الفكرة الرئيسية منها مش مطلوب منك الكلمات بشكل خاص يعني إنه بحكي لك من خلال العلماء المحللين العلماء اللي بيعرفوا خصائص الصوديوم كلورايد هذا تركيب كيميائي اسمه صوديوم كلورايد اللي هي كلوريدات الصوديوم بنسميه بالعربي It's the hypothesis of this author that desalination could occur under natural conditions بحكي لك انه من خلال الكاتب او المخترع او المكتشف لهاي النظرية اللي هي تحلية المياه desalination يعني تحلية المياه اللي حكى هاي النظرية could occur هاي العملية ممكن ان تحدث under natural conditions تحت ظروف طبيعية وفي certain climates وطقوس معينة in certain areas وفي أماكن معينة كمان يعني بدها مناخ معين وعوامل طبيعية ومكان معين then desalination does not require mechanical means ما بيحتاج لموارد كيماوية تحلية المياه ما بتحتاج اللي تحصل it's a process that could be done without expensive materials هاي عملية ممكن تحصل بدون مواد expensive يعني باهظة الثمن بدون اشياء غالية or equipment او بدون عدة يعني الموضوع سهل جدا اللي هي تحلية المياه طيب انت برأيك زي اللي حكيناها هلا على بناء على ما تم اخذه
is paragraph A or B is suitable for using contractions. مين المناسب اللي نستخدم فيها contractions؟ أكيد A. So paragraph A, write with me. Paragraph A can be written with contractions. ليه؟ اللي هي بنقدر نكتبها with contractions paragraph A because it is informal. ننتبه منيح، هاي معلومة مهمة. Formal يعني رسمي، عكسها ما بنحكي not formal، عكسها تيجي بيجي قبلها البريفكس اللي هو ان اللي يعطي معنى العكسي تبعها informal. إذن عكسها informal، غير رسمي. تمام. إذن نحكي paragraph A can be written with contractions because it's informal. أما paragraph B should not be written with contractions. لا يجب استخدامه بcontractions. ليش؟ Because it's formal. It's formal. Full stop. نحط هون نحكي عنها إن هي formal. وبعدين between two quotations بين قوسين أو هدول علامات التنصيص بنحكي scientific. هاي T. scientific writing لأنها كتابة علمية نظرية علمية بناء علمية بحت، فما بنقدر نستخدم فيها contractions. طيب هلأ المطلوب منك as a homework يا سابع الحلوين إنك now rewrite the paragraph you choose in exercise 1 and add the contractions. إنك تكتب الباراجراف الأول لحد قد ما يوسع معك الأسطر هذول تكتب فيهم وبتستخدم لي فيهم الكونتراكشنز لأنهم هنا ما تم استخدامهم، ما تم استخدامهم. يعني هون مثلا بدل ما نكتب there is نكتب theirs، نحط apostrophe. كمان في عندك كمان each other riddles and jokes that we know. Sometimes it's fun to make up our own riddles and sometimes there are books that we use. What's so good about riddles? They are good for your brain and they are fun too. فعندك كمية من contractions تقدر تكتبها، ارجع عيد الفقرة مع contractions اللي فيها. Now we will start with guided composition. Guided composition. خلينا نشوف هنا شو المطلوب منك. هنا يجب أن تتعلم you have to learn how to write a letter for your friend. إذن بدي informal letter not formal، يعني بدي كيفية كتابة أو كيفية أو طريقة كتابة رسالة غير رسمية لصديقك. Now it's your turn. Jim. يلا هلا دورك. Jim has written to his friend Mark. إذا Jim كتب لصديقه مارك. Jim went to England on holiday. Jim ذهب إلى بريطانيا. England هي البريطانية. On holiday في العطلة. When he was at the airport لما كان في الايربورت in England في مطار England. The customs officer اللي هو تبع خدمة الزبائن أو المسؤول عن الزبائن. Asked أو مش الزبائن، هم أظن the customs اللي هم الزبائن اللي في المطار اللي هم المسافرين أو القادمين، هذول هم الكاستمز الخاصين في الايربورت. ايربورت يعني مطار. Asked Jim to open his luggage. سألوا حكوا لجيم، طلبوا من جيم إنه يفتح luggage. His luggage يعني أمتعته، الأمتعة اللي معه الشنط. The officer looked inside the luggage. هذا المسؤول عنهم طلع داخل inside يعني داخل اللاجج الأمتع. And asked Jim questions about the things in the luggage. وسألوا عن الأشياء اللي في الأمتعة في اللاجج. Here is the email that Jim wrote. Please help him finish it by rewriting it in your exercise book. ترجع تكتبه على كتابك. Whenever possible, use contractions. أي مكان تقدر تستخدم contractions, you can use contractions. Let's start with it. طيب عندك الأول إشي we have to start. هاي أول خطوة لا تنساها، هم تكتب عندها step one.
step شو one step one شو step one اللي هي أول خطوة بدك تعملها اللي هي إنك تستخدم ال الإيش سوري مش تستخدم تكتب التاريخ. أول خطوة لازم تستخدمها وما تنساها في الرسالة هي إنك تكتب التاريخ. طيب إذا step one هو a date تقدر تكتبها عندك على sticky note أو الملاحظة بتكتب step one date how to write letter هيك بتكتب جيب sticky note تكتب عليها how to write a letter شان letter يعني رسالة بتكتب step one date التاريخ بيكون مكانه بدك تكون حافظ كمان مكانه له مكان مخصص في أقصى اليمين من الأعلى هون مكان الديت بعدين تيجي على step 2 لازم ولا يعني ما بصير تبدأ بدونها اللي هي تكتب step 2 اللي هي dear المرسل إليه اللي بدك ترسل له اسم صاحبك اللي بدك ترسل له كمان بتحط مكانها إنه هو في أقصى اليسار هنا بس بدها تكون تحت الديت يعني الديت بده يكون اعلى منها let's start I landed هو عم يخبره شو صار معه في المطار شو عملوا فيه الأوفيسر I landed in England yesterday انا هبطت في England yesterday حكى له at the airport في المطار a customs officer اللي هو حكينا عنه اللي بفتش الأمتعة checked my luggage شيك على my luggage أمتعتي He asked me questions about some of the presents you gave me. سألني بعض الأسئلة عن the presents. شان presents هدايا اللي أعطيتني إياهم. يعني هاي الهدايا اللي من صاحبه قبل ما يرجع أخذهم. اللي هو جيم كان ما أخذهم من مارك. لأنه هو هلأ جيم هو اللي بيكتب اللي بيحكي وعم يبعث له مارك. First he held up the box. أول إشي حمل the box with the bill inside. اللي في داخله الجرس he asked وأول إشي سأل حطت لك ال W بتكمل أنت بتصير what's this أول إشي سأله حكاله what's this شو بتكمل هنا بتكتب هاي الكلمة بتكمل على what's this واستخدمنا هون contraction بدل ما نكتب what is this كتبنا what's this لأنه هو طلب منا بالسؤال نستخدم contractions I said it's a bill it's a bill شوف استخدمنا هنا contractions also Then he looked at the parcel with the shoes and asked. وطلع على ال شو بسموها هاي الأمتعة؟ لا مش بسموها الطرود. هاي البارسل اللي هي الطرد يعني اللي بيكون علبة مغلفة. With the shoes اللي فيها shoes and asked. هون سأل Is this a camera? Is this a camera? هنا في حاطط لك الاي انت بس اكتب الاس I said no it's some shoes هدولا some shoes he asked me if the clock in the red paper bag سألني اذا الساعة اللي في red paper bag في الحقيبة الورقية الحمراء was a radio فكرها radio so I answered no It's not. It's not. Finally, هي مش حكى له هي مش راديو. Finally, he held up the box with the DVDs that you lent to me. بعدين بحكي له حمل البوكس العلبة اللي فيها DVDs اللي أعطتني إياهم أو أقرضتني إياهم. It's not sweets. حكى له It's not sweets. Is it? هذه مش يعني هو ما كان شايف شو جواتها بس حكى له إنه أكيد هاي مش حلويات. He asked, of course, I told him it wasn't. حكى له هي ما كانت هي ليست كذلك. And he let me go. طبعا هون wasn't W مكتوب انت لا تكتبها كمان مرة بتبدأ ب ASN'T. I enjoyed visiting you very much. أنا حبيت زيارتك كتير. There is another school holiday. شوف كيف انتبهنا هون. في عندك فقرة البداية عم يبدأ يعني إيش بسموه introduction إنك أنت بدك تبدأ في الرسالة بدك تحكي موضوع الرسالة عن إيش إنه أنت نزلت وصار معك في هذا الموضوع في الأمتعة مثلا وبعدين بنحكي شو القصة اللي صارت الحبكة اللي صارت
وبعدين at the end لازم تحط الconclusion أو the end of the letter، تنهيها بطريقة مؤدبة polite. There is another school holiday in February، حكاله انبسطت كثير عندك، وفي عطلة تانية في عطلة في شهر 2، maybe you can visit us then، تقدر تزورنا بهاي العطلة. عم يعزموا عنده انه يزوره بدل الزيارة اللي راح عنده. I look forward to seeing you again، انا ابحث او اتمنى ان اراك مرة اخرى. Your friend Jim، very important. هاي step 4. اذا step 3 بدك ترتب اللتر عندك، كيف انك تعمل introduction اللي هي المقدمة عبارة عن سطر المطلوب منك. هلا انا ما بدي اطلب منك هلا تكتب رسالة، بس عندك في الورك بوك تمرين وراح يكون كتابة الرسالة عليك. introduction كتبناها غلط، introduction يعني هي المقدمة، بتكون عبارة عن سطرين بالكتير، two lines سطرين. بعدين بتكتب محتوى الرسالة، بالكتير بدي منك 4 أسطر أو 5 أسطر محتوى الرسالة اللي هي the story أو the events اللي صار معك، الحدث اللي صار معك. و at the end في عندك إشي اسمه conclusion، مش conclusion يعني هون المقصود بها هنا هون يعني how، بلاش conclusion، تحطها how to end a letter politely، بدك تحط خاتمة وتختم بشكل مؤدب، يعني بتستخدم فيها زي جمل مثلا hope to see you again مثلا، try to come on holiday and I wish we can go another trip with each other، يعني انك تستخدم جملة لطيفة. وبالنهاية step 4 وهي مهمة جدا أيضا، تكتب your friend في النهاية، your friend or your sister or your brother، what else اللي بتكتب اسمك أنت المرسل، مهم جدا. ها هي الستيب الأخيرة، وهيك بتكون أنهيت الرسالة بهذا الشكل. يجب أن تطلع بتكون معك الرسالة، بتجيب هيها، تخيل إنه هاي اللتر عنا، عندك هون الديت، عندك هون دير الشخص اللي بدك ترسله، عندك هون المقدمة اللي هي الانترودكشن بتكون هيك، بعدين عندك العرض اللي هي القصة أو الإيفنت اللي حدث معك بتفاصيله، وهنا النهاية بطريقة مؤدبة، وآخر إشي بيجي عندك أنت اللي هو صفتك، شو بتكون بالنسبة للمرسل إلي، your sister, your brother, your friend، وبتكتب اسمك هون your name، وهيك أنت بتكون انتهت رسالتك بشكل كامل 100%. يعطيكم العافية وأسفة على الإطالة.